تم اليوم عرض فيلم غدوة حي للمخرج لطفي عاشور في عرض خاص بالصحفيين. انطلق اليوم بقاعة المونديال بتونس العاصمة العرض الأول للفيلم غدوة حي، واللي هو العمل السينمائي الأول الطويل للمخرج لطفي عاشور. فيلم غدوة حي تدور أحداثه سنة 2014، لكنها ترجع بينا في عمق ليلة 14 جانفي، الليلة اللي خالفت كل القوانين وجمعت كل المفارقات بين عنف وتآزر. ويحكي الفيلم على قصة زينب وعليسة وحسين، وهما ثلاثة شبان ما كانوش يتصوروا إنهم باش يتقابلوا من جديد، لكنهم يعيشوا مغامرة تخليهم يعيدوا النظر في أنفسهم وفي بلادهم. الفيلم ماهوش فيلم على الثورة ولا على ليلة 14 جانفي، أحداث الفيلم تصير 3 سنين بعد 14 جانفي، ولكن ليلة 14 جانفي صارت بيناتهم حاجة اللي قربتهم وربطتهم ببعضهم أكثر من اللي قربتهم. وبثلاثة سنين من بعد اللي ألوركو هما في بالهم كل الحاجات اللي صارت ليلتها تجاوزوها وفات خلاوها وراهم الأحداث اللي غاتغاب هذا الفيلم. أنيسة داود واللي هي واحدة من منتجي الفيلم هذايا تلعب دور زينب، صحفية كانت تعيش بثوابت معينة، لكنها وبتسارع الأحداث والمغامرة اللي عاشتها مع حسين وعليسة وشخصيات أخرى، وتعيد النظر في ثوابتها وتكتشف وجه آخر لتونس ولذاتها. فيلم دوك نمثل فيه كممثلة، لكن ساهمت في الكتابة في تاع السيناريو وأنا منتجة متاعه، معناها تحس في روحي سي ان غران بيبي، اكسيتاسيون كبيره، فرحه كبيره، خوف مي اكسيتاسيون اكثر منه. فوالا فرحانه زاد لي الفيلم يخرج في الظرف هذايا اون سومون في الزخم نتاع الافلام التونسيه هذايا، خاطر السنه نجم تقول سي اون اني اكسبسيونيل للسينما التونسيه. الصحفيين اللي شاهدوا الفيلم أبدوا إعجابهم به، وخاصة إنه الفيلم الأول للمخرج لطفي عاشور، لكن هذا ما منعش من تقديم بعض المؤاخذات. فيلم غدوة حي عمل يستحق المشاهدة، فيه اجتهاد إخراجي واضح. اكتشفنا اليوم بعض الوجوه الشابة اللي ما شفناهاش قبل في أعمال سينمائية تونسية. جاء الفيلم هذايا في وقته بعد أفلام قصيرة للطفي، كذلك شفنا له برشا مسرحيات لطفي عاشور ديما مع الأكتريس اللي ديما تبع فيه اللي هي أنيسة داود، نعرفش تبع فيه ولا يتبعوا في بعضهم. المهم الحكاية هذايا الصداقة هذايا الفنية أثمرت العمل هذايا غدوة حي وأثمرت برشا أعمال. هذايا مؤاخذتي على الفيلم أنه طاح في رتابة معينة، أنه ولا ساعات نشوفه كأنه دوكيومنتير ديسين، معناها مظاهر ومشاهد خذيهم حلوين برشا، لكن ما فماش اون كونتينيتي في الفيلم. وللتذكير فإنه العروض الأولى للفيلم باش تتواصل إلى غاية 24 جانفي، وين باش يتم عرضه في كل من سوسة وجابس والكاف وتونس، على أن تنطلق العروض الرسمية في قاعة السينما بداية من 25 جانفي.